نمرة اتنين، لازم برضو اتكلم على انه يوم حلو للكرة المصرية من المقدمات المرتبطة بمسابقة الدوري في نسختها الجديدة الموسم الجديد. والنهاردة طبعا حضراتكم يمكن جزء كبير جدا منكم اللي لسه في شغله او اللي لسه مرجعش البيت ما تابعش تفاصيل القرعة، لكن احنا هنتكلم عليها النهاردة وهنتكلم طبعا على ماتشات الاهلي. المنظر العام بيقول ان في اختلاف، يعني المنظر العام بيقول عندنا حاجة جديدة، زي ما في حاجات كتير جدا الحقيقة يعني في بلدنا النهارده بقت لما تشوفها لازم تقارنها بمستويات عالميه. خلينا نقول انه قرعه الدوري النهارده ما تقلش عن اي مسابقه الحقيقه محترمه جدا. شكرا رابطه الانديه وبدايه مبشره جدا، نتمنى انها ان شاء الله تستمر، مش بس من حيث الشكل زي ما احنا شايفين الشكل الرائع ده، لكن كمان من حيث المضمون مهم جدا جدا جدا. وانا متوقع الحقيقه ان المقدمات بتقول ان نسخه الدوري السنه دي هتبقى افضل بكتير جدا من مواسم سابقه. ليه بقول كده؟ لانه كان عندنا اوجه قصور يبدو ان الرابطه منتبهه ومركزه قوي في انها تتعامل معاه. اتكلمنا على مشكله البث التلفزيوني، واعتقد ان المشكله دي اتحلت، والسنه الجايه كل مشجعي الكوره هيتابعوا يعني اغلب الماتشات. طبعا اعتقد مش هتبقى كل الماتشات، لكن اغلب مباريات الدوري هتبقى بتقنيه ال HD، وبالتالي كواليتي الصوره هتبقى اوضح. ده يصب في مصلحه المتعه بس، لا كمان يحل مشكله، او يعني مش عايز اقول مشكله، لكن كان بتظهر بعض المشكلات المرتبطه بتقنيه الفار، لانه حضراتكم عارفين انه في اوقات كتيره جدا كان الحكم بيرجع لتقنيه الفار، حكم الفار بيتابع الصوره من اكتر من زاويه، الجمهور اللي قاعد في البيت بيتفرج على لقطات الاعاده من اكتر من زاويه، ومحدش عنده القدره ان هو ياخد قرار واضح وصريح في اللعبه، لا الحكم ولا حكم الفار ولا حتى المشاهد ولا حتى الناس اللي موجوده في الملعب. وبالتالي انه يكون في تقنيه HD ده اعتقد هيساعد بشكل كبير جدا كمان في تطوير منظومه التحكيم. هنتكلم على قرعه الدوري، وهنتكلم على مشوار الاهلي اللي هيبتدي مع الاسماعيلي ثم البنك الاهلي ثم الزمالك ان لم يحدث تغييرات، لانه الكلام ده مفترض ان الثلاث ماتشات دول يتلعبوا قبل معسكر المنتخب اللي هيتعمل في شهر 11 عشان نجهز ونحضر لمواجهه انجولا والجابون.